شوف، هي أقسى أنواع الظروف على الرجل ممكن هو الظرف المادي اللي ما يسمح له يتزوج. أكيد أكيد. إذا أنت تحبها صدق أنه لا تتزوجها هسه، بس على الأقل تعال تقدم لها عندها لها، حط الخاتمة بإيدها، هاي أنت حاجزها مالتك. روح بعد 5 سنين لتتزوج، روح كون نفسك. حلو واحد يحدد مسار حياته. أي، لأنه باللحظة البنية اللي تقول للرجل أو لحبيبها أنه إذا أنت تحبني تعال تقدم لي، وقال لها لا وظروفي، أنا اللي أقولها أشلع قلبك ودوسي عليه بهداوة مو بقوة، أنه هذا ما يستحقك، لأنه بلحظة لطالما أنه أنت هنتي عليه هو أساساً ما كان يحبك. ولا تقبليني تحجج بالظروف. أكو بعض البنات تقول 10 أيام وسنين وشلون أنساها، ما أنت هاينة عليه يا 10، الله يخليك يا 10 تحكين بيها. بعض إذا هو يحبك يجيبك لبيته مو من بعيد.